السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واقول لكم الاول كل سنة وانتم طيبين، ونقول اللهم بلغنا رمضان وينعاد عليكم الايام بخير. النهاردة بقى هنعمل الفول المدمس. طبعا كل واحد بيبقى ليه طريقة، في ناس بتحب الفول الى حد ما بيبقى لونه اصفر، في ناس بتحبه بيبقى لونه احمر. بس انا هعمله النهاردة اللي هو اللون الاحمر. النهارده ده عندنا فول بلدي زي ما انتم شايفين، ده حوالي كيلو الا ربع فول. انا يعتبر نقعاه من الصبح، يعني ممكن يكون بقاله، او مش من الصبح قوي، يعني ممكن يكون بقاله 5 ساعات. ويا بنات كل ما ننقع الفول اكتر، زي ما انتم شايفين كده فايش في البلاستيكيه بتاعته، وكمان بيستوي معانا بسرعه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين في الاطباق في عدس وفي رز. دلوقتي بقى انا هعمله بطريقة مختلفة شوية، أو هعمله بطريقة بسرعة شوية. أنا عندي الحلة البريستو هحط فيها الفول وأحط فيها كل حاجة، وطبعا مش هزوده مية، هي ميته هتبقى مغطياه، وهو بس بيقعد في الحلة دي ساعة بالظبط، ساعة والفول بيستوي على الأكل على طول. يعني أنا مثلا اللي بنعمله قبل السحور بساعة بيبقى سخن ولسه طالع من الحلة، لكنه لسه نازل من القدرة. بصراحة الحالة دي كويسة جدا، بتخلص الأكل بسرعة طبعا عشان أنا بشتغل، فمساعداني جدا في كل حاجة. أنا هجربها معاكم النهاردة في الفول عشان تشوفوها، واللي حابب يسألني عليها يكتب لي في التعليقات. وبقول لأول مرة يشوف القناة عندنا ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، وما تنسوش اللايك. دي يا بنات زي ما انتم شايفين معايا الحالة البريستو دي بتشيل 12 لتر زي ما انتم شايفين كده، العلامة دي ماكسيمم، يعني دي اكتر حد ان احنا اكتر حاجة علامة ان احنا نوصل لها للمية. طبعا المية بتبقى هي والحاجة فيها، هي واللحمة فيها، هي والفول فيها، على حسب الكمية. ده انا زي ما قلت لكم كده حوالي كيلو الا ربع فول نزلت بيه في الحلة، طبعا احنا غسلينه. انتوا على فكرة ممكن نحط فول مدشوش عشان قوام الفول يبقى تقيل شوية. طبعا المية دي مش كفاية، هغسل بقى الرز والعدس وهرجع احطهم واجي اوريهم تاني. وهنزل دلوقتي يا بنات بالرز والعدس كده، انا غسلتهم وحاطه قرن فلفل بس عشان يدي نكهه. طبعا هي الميه دي كده مش كفايه، هزوده تاني. وكده يا بنات زي ما انتم شايفين الميه، شايفين وصلت يعني مغطيه الفول بشويه. هحط اللون ده، ده اللون بيتباع عند العطار، تقوله لون اللون بتاع الفول ده اللي بيخلي الفول شويه احمر. طبعا انا قلت لكم في طريقه ان احنا نخلي الفول احمر، وفي طريقه ان احنا نخليه اصفر. لو احنا عايزينه اصفر بنحط له كركم، لو احنا عايزينه احمر بنحط له اللون ده. زي ما انتم شايفين كده الميه والفلفل، الميه مش واخده حد كبير، قلنا الحاله دي مش بتبخر الميه كلها، يعني هو ما بيقلش عن كده يعني، او حاجه بسيطه عن اللي احنا حاطينه، عشان الفول طبعا ما يبقاش فيه ميه كتير. دلوقتي انا هحطها على البوتاجاز وهقول لكم برده الحله دي بتشتغل ازاي، عشان اللي حابب يشتغل فيها. طبعا هي بتوفر في طبعا الحله دي يا جماعه والله ممتازه، يعني نفعاني جدا بالذات للي بيشتغلوا. باجي لو متاخره اللحمه ما بتاخدش معايا تلت ساعه، لو بط طبعا انتوا عارفين البط بياخد وقت كتير، بياخد برده نص ساعه. كمان الفول ده ممكن نعلق عليه من العصر لغايه قبل السحور عشان يستوي. في الحله دي بياخد بالظبط يا جماعه ساعه او ساعه وربع بالكتير. دلوقتي يا بنات انا حطيت الحلة على البوتاجاز، هعرفكم بقى ازاي بنشغلها. هو ده الغطا بتاعها زي ما انتم شايفين كده، ده الزرار، احنا بنعمله كده ناحية الناحية دي الاول، وبعد كده اول ما بيبدأ يطلع بخار بنعمله. عندنا مكتوب بكليات وعندنا لحوم، طبعا عشان ده بكليات اقفلها الاول عشان انا علقت عليها كده، هي اتقفلت وهي كده امان. لو جينا حاولنا ان احنا نفتحها من غير ما نسرب البخار اللي فيها طبعا هي ما بتتفتحش. اول ما تبدا تطلع بخار هوريكم برضو عشان اللي حابب يشتريها، وهقول لكم بالظبط احنا بنعمل ايه، ولما نيجي البخار يطلع احنا بنحوله ازاي. اول ما تطلع البخار هوريكم على طول وتشوفوا احنا بنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ضغطت والبخار اللي بيطلعه الحله، هنبدا بقى نوطي النار خالص ونلف الحله على ناحيه زي ما انتم شايفين كده البقوليات. عندنا الجنب التاني اللحوم، دي البقوليات هنظبطها بقى زي ما انتم حطيتوها، او هنظبطها من دلوقتي، نظبطها ساعه بالظبط ونقفل عليها، او ساعه وربع لو انتم حابين الفول يبقى مستوي قوي. هنظبطها واخلص وابقى اوريكم الفول بعد ما يطلع.
ودلوقتي يا بنات الحلة خلصت، هبدأ بقى افتح عليها. انا سبت البخار يتسرب منها بعد ساعة وربع زي ما قلت لكم، هفتح عليها بقى ونشوف. زي ما انتم شايفين الفول معايا اهو، وده بقى يا بنات الفول بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوناش بقى في الشير واللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.